أما الآن ينضم معي على الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية من بنغازي مراسل قناتنا محمود بن مصباح. بداية أهلا بك في هذه النشرة الإخبارية. وضعنا في أزمة انقطاع التيار الكهربائي والأوضاع داخل مدينة بنغازي. أهلا بك منذر وبكافة مشاهدين قناة ليبيا الحدث. طبعا منذر يعني لا تزال مستمرة أزمة انقطاع الكهرباء داخل مدينة بنغازي بصفة خاصة وفي المنطقة الشرقية بصفة عامة. لا تزال ساعات طرح الأحمال تصل إلى 5 و6 ساعات في أغلب مناطق مدينة بنغازي، يعني على هامش هذه الأزمة. طبعا عقد رئيس الحكومة الليبية سيد عبد الله الثني اجتماعا ضم مسؤولي قطاعي النفط والكهرباء من اجل يعني حلحله العثرات التي تواجه هذين القطاعين من اجل يعني عوده التيار الكهربائي او الشبكه الكهربائيه الى طبيعه عملها. طبعا الاجتماع منذر ناقش الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء يعني وحدد مسؤولي قطاع محمود الكهرباء. محمود بن مصباح، اريد حديث الشارع، اريد راي المواطنين، الشارع في بنغازي جراء هذه الأزمة وليس اجتماع الحكومة. أريد آراء المواطنين، ما الذي يقوله المواطن في مدينة بنغازي حول استمرار أزمة الكهرباء؟ نعم منذر رأي المواطن منذر معروف وعرض أكثر من مرة في على شاشة القناة وفي نشرات إخبارية سابقة. المواطن غاضب وأعلن عن سخطه جراء الوضع المتردد الذي وصلت إليه الشبكة العامة للكهرباء داخل مدينة بنغازي. وصلت ساعات طرح الأحمال إلى 10 و12 ساعة في اليوم في بعض المناطق. يعني المواطن خرج وعبر عن امتعاضه وخرج في مظاهرات وأغلق في بعض الأحيان، حتى في بعض الأحيان أغلق حتى الشوارع امتعاضا واعتراضا على الخدمة المتردية، خدمة الشبكة العامة، وأيضا تعامل الحكومة وأيضا المسؤولين مع هذه الأزمة منذر. يعني وضع ورأي الشارع. نعم وصلت الفكرة. نعم محمود بن مصباح مراسل قناتنا كنت معي عبر الأقمار الصناعية من بنغازي، شكرا جزيلا لك.